الغاية هي أن نظهر أولا الفرح والسرور بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجعل من يوم مولده عبرة ودروسا يعني نقتبس من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم بحاجة إلى أن نوصل يعني الصورة الحقيقية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه الرحمة المهداة للعالمين. لهذا نستغل هذه المناسبات في ذكر خصاله وسيرته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم. الأشخاص العاديين الناس حتمجدهم وحيمدحهم بفلان، فكيف بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ والله أمدحه وأنا الممنون، وأمدحه رغم كل من وكل من ينادي بتبديع هذه المناسبة، فنحن لهم بالمرصاد. نحن الكل، كل هذه المدينة، مدينة الموصل العريقة، هي محبة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحتفل دوما وأبدا بهذه المناسبة الطيبة العطرة. هذه الاحتفالات ما هي إلا عبارة عن جلوس في بيت الله، في المساجد، في المحلات، في البيوت، قراءة القرآن، إطعام الطعام، التواصل مع الجار، التواصل وتقوية العلاقات الاجتماعية في المجتمع، وهذا من صميم الدين، وهذا الذي أكد عليه إسلامنا، على التواصل بين الجميع الناس، على نشر المحبة والسلام بين الجميع، على الأخوة والمحبة والتسامح بين جميع العراقيين.